أول تعليق للفنانة المغربية سحر صديقي عقب وفاة والدها، إليكم التفاصيل. شكرت الفنانة المغربية سحر صديقي جميع الأشخاص الذين عملوا على مواساتها وتعزيتها في فقدان والدها الذي غيبه الموت يوم الخميس الماضي. واختارت سحر الصديقي خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام من شكرها، التي جاء فيها شكرا لكل من شاركنا ألمنا بالتعزية والمواساة، وأعتذر من عدم قدرتي على الإجابة على الجميع من اتصل، جزاكم الله خير جزاء وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون. للإشارة أن الفنانة سحر صديقي كانت قد أعلنت يوم الخميس رحيل والدها عبر خاصية ستوري، حيث دونت: أبي في ذمة الله، إن لله وإنا إليه راجعون. سحر صديقي كانت قد أعلنت سابقا إصابة والدها بمرض السرطان، كما طلبت غير مرة من متابعيها الدعاء لوالدها، كما سبق أن نشدتهم التبرع له بالدم قبل إجرائه لعملية جراحية شهر يونيو المنصرم.